مشاهدي صوت العداله، مازال كنتواجدوا بدوار عيد حمو بجامعه صفا في القضيه ديال الاختطاف ولا ديال الاختفاء ديال الطفل الحسين وكريم ذو الاربع سنوات. اليوم انا واحد من العائله ديال المختفي، قربنا شويه من الاوضاع، تكلمنا شويه كيفاش كانت هذه العمليه ديال الاختفاء. هذه العمليه ما فهمنا فيها والو، نهار السبت مع بحال هكاك مع الجوج عيطت لولد عمي قلت لها شنو، قال لي اودي راه وقع شي حاجه هنا راه ما ماشي معقول. قلت لها شنو وقع، قال لي راه السيد راه تخطف ما لقيناش. قلت لها شوفوا هاشي الديور تما، جلست واحد ساعه ما كان عيطت لي عاود ثاني قلت لها اش لقيتو، قال لي باقي. جلست عاود ثاني ساعه ما كان عيطت قلت لها اش لقيتو، قال لي باقي. قلت لها ما بقاش نعيط لك، الا كان شي حاجه خبرني. جلست دابا يقول لي راه لقينا، دابا يقول لي طار بعد اللي جيت كنجري لقيت الدنيا راه مرونه ما كيف ما فيها ما يتشاف، وان بان ما تصدمت انا قداش شي ما عمر غيوقع عندنا في البلاد. وكنقول هذا هو الدوار اللي محتار ما كاين غتكون فيه في ولادي، كنجيبهم انا في الويكاند كنتلقاهم في الدار انا كيقول لي نخلو، قلت لهم هاتي لعبوا ما كاين اللي غيقيسكم ما كاين اللي غاديكم، راه انا الدنيا نيا الدار كيقول لي سد الباب، كنقول لهم انا حل راه حل الباب وغنعس ما نخاف حتى شي على الدوار هو اللي كاين ما كاينش اللي غيوصل لي. ملي كنسمعوا هاد الاخبار صافي لا اله الا الله، ما بقاش ثقه ودابا شنو فاش وحلنا ما كاينش شي حاجه باش نوصلوا. ودوك الناس في وحدين كيطلقوا الدعايه كيقول لك بان راه لقينا راه هادشي راه كذوب، قال لك لقاه مقتول هادشي راه كذوب. وهاد الناس اللي كيطلقوا هاد الدعايه الله يرضي عليهم ما بقاش يديروا بحال هكا، ما بقاش يطلقوا الدعايات لحاجه اللي ما شافوش. ودابا اللي ما اكلش يجي عندنا دابا يشوف راه باقي السلطات باقي خدامين معايا، باقيين خدام معانا وحنا باقيين خدامين، احنا الان راه باقي ما نعسنا وباقي كنقلبوا وهادشي راه باقي ما لقيناش. سمعنا بان الصوت ديال الموتور تسمع في ديك الوقيته. لا ما كاينش ما كاينش هادشي، هادشي ما كاينش دوك الوقيته، يكون كنت الموتور كنت دار الموتور غيتلقى مع الناس، حيت كاينه الطريق بعيده ما كاينش الخدامه كاينين الفوال كاينين، الا داز الموتور راه يبان لك والدري لا زيتي في الموتور راه غيبان. هادشي راه ما كاينش، هادشي راه ما هزو لا موتور هذا اللي هز هادشي راه الله اعلم. ما عندك فين شك، ما عندك شي خيط انا باش تبعو باش تلقى الدري. هادشي الفرضيه ديال انه يكون طاح في شي بير طاح في شي لا، البير قلبناهم كاملين واحد واحد، البير كاملين قلبناهم بواحد واحد. هادشي ما يمكنش، الدري ما يمشيش لا يطيح البير ما يمشيش، الدري ما كيبعدش على الدار ما كيبعيش، وما فيهش شي بساله ولا شي حاجه باش تقول راه يمشي البير، لا كيلعبها قدام الدار مع صحابه والدراري ما لقاش شي واحد كيدخل الدار. شي صراعات ما بين الاهل ولا شي حاجه؟ لا والو والو ماشي يكمل الدري زهري ولا بهذا المفهوم؟ وهادشي ما عرفناش، هادشي حنا ما كنفهموش في الدري اش ما كنفهموش داكشي. تقولوش بان الشعوذه والكون لا لا هادشي ما الله اعلم، هادشي الدري ما عارفينش شنو هو الله اعلم. الدري ملي تختفى راه باقي كلشي غيطيح لك في راسك، كلشي كلشي اي حاجه قالوها لك الناس غتصدقها. وان هذه اللي قالوا الناس راه بان سميتو تلقى مقتول هذه ما صدقناهاش وهذه كذوب ما كايناش. هذه كيفاش دايره الحاله النفسيه ديال العائله؟ لا 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 شغنقول لك لا اله الا الله لا اله الا الله، انا اللي شايف داك الشيء راه الدري دابا خليته وبا خليته دابا في لابريكاد لا اله الا الله، راه خصو ما خصو يحيد حوايجو. كتقول لي الهضره كيقول لك هذه ما كاينه، لقيتو دابا راه كيغوت اللي قال لي شي حاجه راه لا اله الا الله. اي واحد اي واحد دابا كنفكر انا دابا هذا السيد هذا اللي دار الخدمه هذه اش ما كيتفرج في التليفون ما كيتفرج في التلفازه ما بان ليه والو، ما شاف هاد الناس اللي خدامين معاه كاملين وهذا اش ما يتحرك فيه والو لا اله الا الله. الميساج ديالك للاباء اش غنقول لك؟ الاباء اش غنقول لك؟ الله يرضي عليهم اللي عنده وليدات ويرد ليهم البال، الاباء اللي عنده وليدات يرد ليهم البال. راه ما بقاش الدنيا داكشي اللي كان داكشي اللي كنعرفو حنا راه ما بقاش، كنقولوا هاد الدوار هذا كنقولوا هادشي اللي حياني دابا ملي كانت توقع نلقى بحال هادشي هنا في الدوار، ما ملي كانت نلقى تخرج من الباب وتلقى 12 الكادي واقفه لك قدام الدار وكتلقى 120 واحد كيجوجوا معاك، هادشي ما عمر كانت توقع. كنا هادشي كنشوفوها في ما عرفت كاع فين كنشوف حتى ولا دابا قدام الدار. والسلطات الامنيه قايمين بالواجب؟ قايمين الله يكثر خيرهم، قايمين الواجب راه قال لك حنا ما نتفكوش حتى نشوفوا هادشي فين وصلوا الله يكثر خيرهم، وحتى حنا غنتعاونوا معاه الا لقينا شي حاجه راه نخربوا حتى حنا نشوفوا اشنو كاين، شكينا في شي واحد ولا شي حاجه راه ضروري غنقولوها. انا بعدا حاليا نشك في شي واحد ولا لقيتها فين ندخل غنقولها، واخا يكون خويا يكون خويا غنقولها، حيت هادشي ما دابا انا حير ولادي دابا راه ما بقاش ثقه ما بقاش ثقه.
كنجيبهم كنخليها انا عند خدام دابا الوي كانت ما كنساليش كنجيبهم نهار الجمعه هما ما كيقراو السبت والحد كنخليهم انا كنقول هانيا يخرجوا بالليل ولا بالنهار كنقولوا راه في الدوار فين تزاديت انا وفي سميتو انا ها هي هاد الارض ديالي ها هي قدام هذه في الموقع هاد الارض ها هي دابا ملي تكون دابا راه خوينا الدوار ما بقاش تلقى في الدوار لا والو 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 ما عمرت شي كشي حاجه ولا وقعت شي حاجه بأدنى اللي تحيا لك والو ما كاينش المخزن كاع ما كيوصل الدوار هنا كاع عندنا تقول هادشي اللي كاين والله انتم الله يرحم بها الوالدين وكنشكركم والله يجيب شي تا ولد خير في هاد